الكفايات المنزلية المغربية دونك كتحتوي على ما يقارب 65 حتى 70% ديال المواد العضوية. دونك هذه المواد العضوية اللي هي كيتم يعني التخمر ديالها في هذه الأحواض بطريقة اللي هي طبيعية من خلال اللي هي بكتيريا. كدير لنا تحلل ديال المواد العضوية وكتنتج لنا البيوغاز. دونك هنا كنلاحظوا دونك هنا بعض يعني واحد من الابار اللي كتهبط حتى تقريبا واحد 20 يعني 20 متر ديال في لا بروفوندور واللي كتجمعنا هذاك البيوغاز اللي تم الانتاج ديالو في يعني في الداخل ديال الاحواض ديال التمر. كما كنلاحظوا هذا البئر هذا هو اللي ايكيبي بانتيت دو بوي دونك اللي من خلاله كان يعني كنقيسوا يعني لو ديبي ديال البيوغاز اللي هو برودوي او نيفو ديال لا ديشارج و بي كنعبروا لا كاليتي اوسي ديال البيوغاز دونك شحال فيه ديال الميثان شحال فيه ديال السي او 2. هاد الانبوب هذا دونك اللي كيجمع كاع هذاك البيوغاز اللي هو تم استخراج ديالو من خلال دوك الابار اللي شفنا مما سبق وكيجي كيدوز سكون ابل ان فيلتر. دونك لو فيلتر هاد الفيلتر هذا كيحيد بخار الماء لان البيوغاز كيكون فيه بخار الماء ومن بعد كيتم داك التوجيه ديالو الى يعني لو موتور ا غاز دونك يتم تحويل ديال هذا البيوغاز هذا يتم تحويله الى طاقه كهربائيه. دونك هذه الطاقه الكهربائيه اللي كتنتج دونك يتم يعني الضخ ديالها في شبكه ديال الكهرباء ممكن هي اللي كيتم استخدامها في ليكليراج بوبليك ولا يعني في لا كونسوماسيون ديال لي فوايه. البيوغاز هذا دونك يتوفر على قدره حراريه دونك هذه القدره الحراريه نقدروا نستغلوها ونديروا بها طاقه متجدده دونك اللي كتماشى مع توجيهات الساميه ديال صاحب الجلاله دونك في خطاب العرج ديال 2007 اللي هو حث على توزيع مصادر ديال الطاقه. ثانيا هذه الوحده هذا كتقلل من مبيعات ديال الغازات الدافئه وبالتالي كتساهم في الحد من ذاك الاحتباس الحراري.